فقط على الاوبجكت، لو همين على كلاس. هسه راح نبين هذا من خلال هاي المحاضرة، انتبهوا عليه. خذ سؤال، احنا ايش قلنا طلاب؟ قلنا الميوتابل هي تابعة للاري وتابعة لمن؟ للسترينج. وقلنا الام ميوتابل هي تابعة لمن؟ هذا الجزء الثاني من المحاضرة طبعا، انتم لازم تنتبهوا له. تابعة لمن؟ البريميتيفز داتا تايبس، تابعة للانتجر والبوليان. بس السؤال اللي يطرح نفسه والمهم جدا هو، هل ان البريميتيفز مثلا من نريد اسوي كلاس مثلا بابليك كلاس اسمه كلاس، طبعا هاي البي الكلاس بي بيجن بي اند، نقول انتجر اي يساوي لنا 10، عن هنا الفويد مين، دالة الفويد مين لا لو ببالكم بابليك ستاتيك، بابليك ستاتيك ما يصير انت قبل بالكلاس بدون داله تقدر تسوي شنو؟ الجمع او الاضافه، void main او string args القوسين، سدينا القوس نبدي begin. نقول انتجر اي يساوي لنا، هسه طالب زميلكم سال هذا السؤال، يقول يصير على كلاس انتجر بي يساوي لنا 20، سام يساوي لنا انتجر سام، سام يساوي لنا اي بلس بي عن سد القوس. هذا الكلاس الاد اللي هو ابسط كلاس، بي تو بريميتيف داتا تايبس اللي هي الاي والبي اللي هن انتجر، جمعتهن بالسام وبعدين اسوي لهن داله طباعه، بعدين اسوي لهن بين برنت تمام. مني انا من عرفتهم طلاب ان اصلا باي ديفولت تابعات الكلاس نوع شنو؟ اوبجكت. تابعات الكلاس شنو نوع؟ اوبجكت. شنو دكتور نوع اوبجكت؟ يعني هذا باي ديفولت اكستندز من الى اوبجكت، اكستند المن الى اوبجكت. لذلك حتى البريميتيف داتا تايب وان كانت ام ميوتابل وان كانت call by value بس هي بالاصل تابعه لمن؟ الى object. يعني البريميتيفز داتا تايب ما اقدر اضيفها او اطرحها او اضربها او اقسمها او اسوي بها اي شغل اذا ما تكون داخل كلاس، مو مثل السي او غير السي. لذلك طلاب حتى البريميتيفز داتا تايبز شو تكون تابعه لاوبجكت. طبعا الجافا ليش قويه؟ لان بها تفاصيل مرنه بالبرمجه، مرنه جدا صح، إعازاتها ممكن أن تنسى وصعبة ومرات يطلع عندك إرر، بس تعلمك البيور بروغرامينج. يعني أنت جاي تبني شغلات من الصفر بيدك حسب تفكيرك حسب البرين ستورم مالتك. فلذلك طلاب سؤال الطالب يقول مثلا يصير على الأوبجكت، نعم البريميتيفز داتا تايبز جاي تشتغل بيمن على أوبجكت، بس إحنا إيش نسوي؟ ده نتعامل وياها كانتجر، من نمررها للدالة ومن نرجعها من الدالة. أكو سؤال غير هذا السؤال على مدبدب هاي المحاضرة؟ زين، فإذا مثل ما حكينا قلنا أي كلاس بالجافا، هسه الطالب اللي سأل هذا السؤال، أي كلاس بالجافا هو باي ديفولت مثلا بابليك كلاس امبلوي، اكو كود بين البيجن والاند، هو نفسيته بابليك كلاس امبلوي اكستند اوبجكت. يعني الاوبجكت شنو هو؟ الاب مال هذا الكلاس اللي اسمه امبلوي الموظف، بس باي ديفولت ما يكتب. يعني هو الاوبجكت هو الاب مال الداتا تايبز اللي موجوده بالجافا سواء كلاس او ميثود او غيرها. لذلك لازم تفهم الهرميه، حتى لو تريد تعرف بريمتيفز فهو الكلاس باي ديفولت كتبه ما تكتبه هو extends المن الى object، extends المن الى object. زين نجي، طبعا يقول الاكستند هو اللي يستخدم ان يكون بالوراثه اب. يعني انا من اقول employee extend object، الاوبجكت هو الاب والامبلوي هو الابن، بس الامبلمنتس هي يوزر انترفيس او انترفيس كلاسز، هاي بعدين بناخذها الانترفيس. زين، لان راح نناقشها بالجرافيكال يوزر انترفيس.
تذكرون اللي اخذنا الايكوالز واخذنا التو ست اس، راح نجي ناخذ التو سترينج. الايكوالز ايش قلنا؟ قلنا اذا تو اوبجكت يشيرا للهيب ميموري تمام، نفس المحتوى، فالايكوالز تشتغل، اللي يساوي يساوي ما يشتغل. طبعا التو سترينج هي تحول لي البريمتيفز داتا تايب، مرات اريد احول الاوبجكت من محتوى الى اوبجكت الى سترينج، او احول الانتجر او الفلوت الى سترينج. بس تقول شلون دكتور تحول الى سترينج؟ مثلا اي يساوي 10، انا بدي اقول سام هلو بلس هلو بلس 10 زين، تحولت المن الى سترينج. ليش؟ لان قبلها كوكو كان سترينج، من جمعتها بالسام انجمعت، صارت العشرة البريمتيف ويا الهلو عن طريق الكونكاتينيشن تحولت المن الى سترينج بالسام. طبعا هذا نوعه سترينج. مرات شو احتاج؟ مرات احتاج هذا الانتجر العشرة مرر الداله بس على شكل محتوى سترينج. فش اسوي؟ اقول سترينج str داله التو سترينج يساوي لنا شنو الكلاس مال الانتجر؟ تتبع الكلاس مال الانت وانتجر، الكلاس مال الفلوت هو فلوت الاف كابيتال، الكلاس مال البوليان اذا البي سمول يصير بوليان كابيتال، الكلاس مال الدبل سمول الدي يصير دبل كابيتال. فش اقول؟ اقول انتجر دوت تو سترينج اوف العشرة. نفرض هذا هنا انتجر اي يساوي 10، لان بعد ما احتاج. هاي طريقه بسيطه لتحويل البريمتيف الى سترينج. الطريقه الثانيه انتجر اي بدي احوله الى سترينج، شو اقول له؟ احول الكلاس نوعه مالته شنو؟ كان انتجر دوت تو سترينج الى اي. زين الايكوالز والتو سترينج هن دالتين مهمه ديما بالجافا. مثلا بدي احول الفلوت، اقول الفلوت اف يساوي لنا float dot string، لا عفوا هنا هذا string، string float dot string المن اذا متغير نوع float parameter متغير. اذا اريد احول مثلا على سبيل المثال الدبل، شو اقول؟ دبل شوفوا كله دي والاف والاي يبدا انتجر، فتو string الى متغير نوعه دبل. اريد احول البوليان، اذا اقول سترينج بوليان يساوي لنا بوليان. شوفوا هناك كان سمول بالتعريف العادي، بينما الكلاس مالته من اريد احوله سترينج شو اقول له؟ اقول له بوليان اي دي او متغير نوعه اي دي. اذا ايش نستنتج من عندها؟ نستنتج convert primitives data types to string use the ripper يصحوا له ripper classes، وعليها هاي يصحوا له الانتجر ripper classes. يعني الانتجر احنا بالجافا نعرفه انت، بس الكلاس مالته انتجر. الفلوت شو نعرفه؟ فلوت سمول زين، هنا شو نخلي فلوت كابيتال، الدبل كذلك، البوليان الى اخره. فداله السترينج تشتغل ويا هيجي تشتغل. يقول واحد شنو نستفاد من عدها السترينج؟ هسه راح اقول لك شو تستفاد من عدها وليش تستخدمها دائما ويا الاكوال، شنو السبب؟ يعني عين الطلاب وعليه. ايش قلنا؟ قلنا داله الاكوال تشيك تو كونتنت بالهيب ميموري نفس المحتوى، بينما الاوبريتر اللي يساوي بالمحاضره السابقه اذا كان تو ريفرنسز ار ايدنتيكال. شنو ايدنتيكال؟ يعني مساويات تو ايتش اذر، يعني يشيرون الى نفس الاوبجكت. يعني اللي يساوي يشيرون الى نفس الاوبجكت، يعني اي يساوي جي فاذا معناه شنو؟ الاي يساوي جي، بس بينما سترينج هلو والسترينج الثاني هلو يشيران بالهيب ميموري الى نفس المحتوى هلو، حتى وان كانت في مواقع مختلفه
بس الكونتنت مالك انهلو. ايش نقول؟ نقول هذني اكول، وخذناه امثله. وفي هذا المثال المهم جدا، ايش مهم هذا المثال؟ انا ايش سويت هنا على مود ابين لك شنو فائده اليساوي يساوي والاكوالز مال ديش المحاضره؟ احنا شرحناها بالعملي، بس قصدي شنو اني؟ قصدي اريد ابين لك شوفوا شنو الفرق شلون تشتغل. هذا الكلاس شويه صعب عليكم، بس راح يبين لك شنو معنى اليساوي يساوي الاكوالز. فعرفت كلاس اسمه ماي ديت واحد، ارد اعرف هل ان مثلا مهدي وعلي هم نفس التاريخ لو لا؟ فعرفت اليوم والشهر والسنه، تمام لو لا؟ طلاب ده سمعوني، طلاب ده سمعون واضح واضح دكتور واضح. فاريد اعرف مثلا علي ومهدي day month year، فعرفت private integer private integer private year. زين اجيت الكونستراكتر زيت له من الفويد مان، this dot day زيت له الداي اللي جايني من الفويد مان، وشرحنا قلنا شنو this dot day تميز البارامترز مال الكلاس او الاوبجكت انستانس مال الكلاس عن اللي جايني بالفورمال بارامترز مال الداله. ذني بعد منا وهيك يصرحوا لهن الفورمال بارامترز، وذني يصرحوا لهن الكلاس انستنس. واضح له لا؟ فاذا الذيس دوت داي يساوي لنا الداي اللي جايني من الفورمال، والذيس دوت مانث يساوي لنا المانث اللي جايني. هذا كونستراكتر خصص بيه قيم ابتدائيه. والذيس دوت يير يساوي لنا اليير اللي داز انا من الفويد مان. كل شيء دالة الأوبجكت، دالة العفو الإكوالز أريد أبنيها، يعني ما أستخدم كش تقول، تقول إف أوبجكت واحد دوت إكوالز أوبجكت تو، أوبجكت تو لا مساويات، شو ترجع لك؟ ترجع لك ترو لو فولس. إذا مساويات، إذا مستويات هذا الأوبجكت 1 ويا الأوبجكت ترجع لك ترو، وإذا ما مستويات شو ترجع لك؟ ترجع لك فولس. هسا أنا شو أريد؟ أريد أبنيها للدالة، أنا أبنيها. أول شيء الدالة شو ترجع لي؟ إيكوالز، سميتها إيكوالز، ترجع بوليان. أدز لها أوبجكت. شنو الأوبجكت؟ لأن أنا مثل ما قلت هنا أنا الصيغة مالتها العامة هي أنه أوبجكت ويا أوبجكت. نفس المحتوى ترو. البوليان اعطيته بالبدايه قيمه شنو؟ فولس. الاوبجكت اللي جايني بالداله هذا سويته كومنتس على مود فقط اذكركم الداله شلون تشتغل. طبعا انتم هذا للاطلاع ما مطالبين به ان تفهمونه، العفو ان تحفظونه او تبرمجونه، هذا فقط للاطلاع. هذا الكلاس انا مسويه. بابليك بوليان ايكوالز تستقبل اوبجكت. فاذا البوليان ريزلت اعطيته فولس، اذا الاوبجكت اللي جايني بالفورمال بارامترز نول اوكي، والاوبجكت اند اوبجكت انستانس ها العفو ما يساوي نول، والاوبجكت هو نوع ماي ديت واحد، الانستانس اوف، الانستانس اوف مهمه جدا. شلون مهمه دكتور؟ تذكرون ان اعطيتكم اوبجكت اي يساوي different data types x y z string لو توقفت لكم حلوه. احد الحلول، احد الحلول مال هذا الاراي اوف اوبجكت اف، هذا مو اوبجكت نسميه او، عباره عن اراي سويته انا من واحد الى طول المصفوفه اف او انستانس اوف نوع فلوت نوع دبل. اذا نوع فلوت اجمع لي اياه، اذا نوعه طبعا او اوف الاي، انا مو اسوي من واحد الى طوله انستانس اوف كل عنصر موجود بهاي الاسايمنت اللي اعطيتكم اياه، انستانس اوف فلوت اجمع ليها، دبل اجمع ليها، سترينج سوي لي كونكاتونيشن. فالانستانس اوف ارجع الاوبجكت الى قيمته الاصليه، هاي احد الحلول. طبعا اكو طالبه ايضا حلتها بدون الانستانس اوف. إذن
كان الانستانس اوف نوع الكلاس ماي ديت واحد، ايش راح اسوي؟ ماي ديت واحد دي يساوي لنا يسوي لي كاستنج، كاستنج رجع لي الاوبجكت اللي جايني من نوع ماي ديت واحد. اذا الدي يساوي الدي والمنث يساوي لنا المنث، شنو الدي يساوي الدي؟ الدي مال الكلاس اللي هو بالكونستراكتر، هذا وين اللي خصصت به قيم، يساوي لنا الدي دوت دي لان انا رجعت هذا الاوبجكت الى نوع ماي ديت واحد، والمنث يساوي لنا الدي دوت مانث، والير يساوي لنا دي دوت يير، رجع لي ترو والا رجع لي الريزلت. شوف شلون استدعيته بالفويد مين. جزيت ماي ديت واحد 10/10/1976، ودزيت مرة ثانية date 2 10/10/1976. طبعا هذا راح يرسم بالستاك اسمه date 1، يشير بالهيب ميموري المن الى 10/10/1976. date 2 راح يصير بالكلاس بالستاك، يشير المن للهيب ميموري 10/10/1976. كل واحد بيهم استدعى الكونستراكتر بصورة منفردة، الطليد دي وللمنث وللير شطاهم 10/10/1976 مرتين استدعى الكونستراكتر. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، جيت بالفويد مين، قلت له ديت واحد يساوي لنا ديت تو، من يقول لي يساوي له ما يساوي وليش؟ يا طالب اللي جاوبني، يلا عيني طلاب. لا دكتور ما يساوي، لأنه اللي يساوي ليش؟ يساوي ما تشتغل الأوبجكت. عافية، لأن هذا الديت 1 والديت 2 ذولا مو the same references بس the same content، تمام؟ فإذا راح تطلع date 1 is not identical to date 2. إذا date 1 equals للدي 2، يعني ايش راح يستدعي؟ راح يستدعي الداله. الدي 1 بيها دي ومنث وير، والدي 2 بيها دي ومنث وير. فالدي 2 هذا اللي دادزه، هذا هو الاوبجكت ريفرنس مال هذا اللي يشير الى 10/10/1976، والدي 1 ايضا يشير الى اوبجكت ريفرنس 10/10/1976، والايكوالز هي داله موجوده عندي هنا. راح يجي الاوبجكت اللي هو نوعه my date 1، حول لي انا نوع my date 1. ليش حولت نوع الى my date 1؟ لان على مود اقدر اوصل للدي دوت دي والدي دوت مانث والدي دوت يير. اذا ما حوله الى نوع my date 1 ما اقدر. الدي مال الاوبجكت الاول متساويات سوي لي ترو. فاذا ايش دي يقول هو؟ دي يقول اذا متساويات الديت 1 ويا الديت 2 اكول، ففعلا راح يطلع اكول. بالخطوة الثالثة سويت تاني الديت 1 خلي لي اياه بالديت 2 ورجعت قارنته، فاذا اثنيناتهم صار نشيرا الى نفس الاوبجكت، فراح يطلع ديت 1 از ايدنتيكال تو ديت 2 اللي تختلف عن من؟ عن هاي الحالة. هاي كانت تو ريفرنس مختلفات، بينما من جبت الديت 2 خليته بالديت 1 خليته بالديت 2 صار يطابق اثنيناتهم نفس الريفرنسز. طبعا هذا مثال روعه على الايكوالز واللي يساوي يساوي على مود تفهموا هذا الاكزامبل الاوتبوت مالته هو هذا. التو سترنج طلاب مثل ما شرحت لكم فوق، سؤال لكم شلون how we convert primitive data types to a string using two string. طبعا انا شرحتها فوق، حسب الريبر كلاس تقدر تحول اي نوع من الداتا من الداتا هاي الخطوات الى تو سترينج. يعني انا اقدر هسه شو اسوي؟ اكو مثال بالانترنت كلش حلو راح اشير لكم اياه وشوفوه على مود ننهي المحاضره مالتنا. شوفوا عيني، هذا هو المثال، تشوفونه لو لا ظهر يمكم طلاب؟ لا شوف يعني شو يقول لك؟ يقول لك اي نوع انتجر لونج دبل بوليان اسوي له تو سترينج راح يتحول المن الى سترينج. مثال شلون دكتور؟ ما ظاهر شيء. ظهر لو ما ظهر؟ لا لا ماكو شيء.
ولا واحد ظهر يمه. أعتقد إيه؟ هسه ظهر. أي نعم دكتور. ايه تمام. What is to do string؟ يقول لك اي نوع ريبر كلاس، نوع انتجر، لونج، دبل، بوليان، اسوي له تو سترينج راح يتحول علما الى سترينج. مثال منطي امثله هوايه. مثلا ايش قايل هو هنا؟ قايل انتجر نمبر يساوي 10، فراسا اطبع نمبر دوت تو سترينج. هذا راح شو يسوي؟ راح يحول هذا البريمتيفز الى سترينج. ليش؟ على مود استخدمه باغراض اخرى. مثلا هنا شنو؟ ايضا دبل دوت تو سترينج، انتجر دوت تو سترينج، لونج دوت تو سترينج، هذا كل واحد ونوعه. بوليان دوت تو سترينج للفولس. زين وبعدين منطي امثله هوايه كاتب لك التو سترينج. فقط انا سائلكم هذا السؤال بس حليته لكم، انه دا اقول لكم انه البريمتيف ذات تايبز تستخدم التو سترينج. ليش؟ لان انا هنا بهذا المثال اللي حليته مال الايكوالز ويساوي يساوي. طبعا اللي يفهم هذا المثال اعتقد كثير منكم ما فهموه، يفهم اللي يساوي ويساوي الايكوالز شلون جاي تشتغل، شلون جاي تشتغل. شوف عيني، هذا مهم جدا هذا المثال. والتو سترينج ميثود راح ناخذها، تبقى المحاضرات مستمره ان شاء الله على الاسبوع الجاي، وشوفوها شلون جاي استخدمها، شلون جاي استخدمها. تمام لو مو تمام؟ فاللي لا اريده من المثال ما مطالبين به، مو المثال فقط فهم، ما مطالبين به. بس مثلا هذا الانستانس اوف، هسه اللي حليت لكم الاساينمنت تتذكروه، الانستانس اوف اللي قلت لكم الاوبجكت اوف اري شلون احوله اذا فلوت يحتوي على different data types او حوله الى double، تذكرون بعض الطلبه. زين فهذا هو الانستانس اوف احد الحلول. بس المثال هذا اريدكم تفتهموه، لان يجيك امتحان يقول لك يابا بين لي يساوي يساوي الايكوالز عن طريق الهيب والستاك ميموري مثل ما شرحنا سابقا. فعيني هسه المحاضرة كملت بجزئيها الأول والثاني إن شاء الله. أسوي ستوب على مود أساعد لكم ذن إن شاء الله بالكلاس.